طالب بجامعة طنطا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم منور. دكتور الجديد السنة دي في كارديو أليكس هيكمل التشير بيرسونز، فكنا عايزين نعرف. هو في حاجة طبعا جميلة جدا، كنا لما يبقى في جلسات صغيرة أو عرض حالات أو كده كان بيبقى الحضور دايما الحضور ملفت للنظر بالشكل غير عادي. شباب الأطباء بكميات كبيرة جدا، يعني أما شفتهم في كارديو إيجيبت قلت ربما ده المؤتمر، لكن كارديو أليكس مور أند مور يعني، ودي ده نجاح يعني للجنة المنظمة ما شاء الله. برضو أكتيف سيشنز ليف إن بوكس، كلها حاجات جديدة. الكيس بريزنتيشنز، المسابقات اللي ما بين شباب الأطباء، عرض الحالات، كل دي حاجات جديدة وجميلة السنة دي، بالإضافة لاستخدام التكنولوجيا في الريجستريشن، التسجيل، الدخول، كل ده ممتاز ما شاء الله. إيه الجديد السنة دي في علاجات القلب؟ هو طبعا كلها التقنيات ما بين كهربة القلب واستخدام المنظمات بدون أسلاك. نفس الشيء استخدام الدعامات الجديدة، الدعامات اللي بتدوب لوحدها، الدعامات اللي دي لسه بقى جديد اللي هي فيها وايرلس كونكشن ممكن تتصل بالمريض يبلغه خلي بالك الدعامة بتاعتك بدأ يحصل عليها دي، ارجع للطبيب المعالج او يتصل بالطبيب المعالج. دي طبعا حاجة جديدة. بالإضافة كمان ان بدأوا تقنية جديدة ان هم يشتغلوا الدعامات بدون صبغة بدون اضرار على الكلى، فدي تبقى حاجات جديدة كلها إن شاء الله. لسه في مجال يدوب عرض هنا وديسكشن بسيط كده ومناقشات، لكن هتبقى السنة الجاية واللي بعدها يعني طفرة جديدة إن شاء الله. إن شاء الله. مرسي جدا لحيك يا دكتور. مرسي ليك جدا. شكرا.